السلام عليكم شباب، معكم محمد الحمد من قناة منازل جيم. معكم السلام فيديو عليكم جديد شباب، معكم كوست محمد كان الحمد من جيم. قناة منازل جيم. خلينا نشوف هذا من الجيم دي ال سي، اسمه فوجو فوجو ما اعرف اسمه صراحة، بس هو جيم شوي كبير، يعني ما يساعدنا يكون نحن اربع كان جيم، وجيم الموب وايد كبير، من اكبر الموبات موجودة في جوست. فيلا نشوف حظنا في الكان جيم. خلينا ناخذ وضعية بس. اوكي، معنا ابو السلاح، سلاح ابو كلب. فاحلى شيء في كان جيم جوست انه ما يحطون جيم واحد نفس بلاك اوبس 2، يعني بس اعتقد انه يحطون ستاند اوف او نيك تاون اذا ما كنت غلطان، يعني يحطون لك مابات صغار بس. ف يعني هني شيء وايد حلو، وهني ما يحطون لك اسلحة بالترتيب. وين هذا ولد الناس كان موجود هنا؟ احنا اربعة وخمسة. شو هذا جيم الرعب؟ الله عبالي رشاش، طلع ثلاث طلقات، ثلاث طلقات. اوبش، اشوفه في الخريطة، الف وراي ما اشوفه. هذا لو سحر ما يصير، لعن يا اخي. كيف 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 احس، يعني نصيحة مني لا تجربون جوست، لا تجربون، لا تجربون ولا شيء اصلا في جوست. روحوا بيعوا السي دي لو عندكم. اوكي، هو حين ذبحني، طلقتي انا وين اختفت؟ اللي ضربتها انا وين راحت؟ لازم يموت هو. يا موت. لا 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 لا. أو سيارة. والله زين رابع انا، والله زين رابع انا. شو هالموب؟ ايوه اسلحة جولد. كيف اسلحة جولد؟ تعال شفتك، ايوه اروح، يلا الثانية. انا زين فرق كل واحد، يلا الثانية. فضلت كم خلاط؟ هي انا ما اعرف العب يهم اللعيبه، واحد من هالاثنين. هي انا ما اعرف العب يهم اللعيبه، واحد من هالاثنين. هي انا ما اعرف العب يهم اللعيبه، العب لعب. وهنا هذا ما يبين. اوف، ار بي جي عادي. وراي وراي وراي، زين هو ليش ما مات؟ انا ضربت بالار بي جي، ترى هو وين؟ كيف ما مات؟ حد يفسر لي، يقول لي كيف هو ما مات؟ هذا لو السحر كان مات. هوب، انا وين رحت؟ هو ذبحني، يعني ما طحت. شو هالسلاح؟ ألفت 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 من الثاني، سويت الأخير.
خلني اذبحك. الله يخليك الله لفت يخليك. لفت لفت من الثاني سويت الاخير. كيف خلني اذبحك. الله يخليك الله يخليك. اوف الحين الانسان عنده كم عين؟ الريسبون مشكلة مال الجانجي مالهم غلط. اسمع صوت سنايبر. انا اسمع صوت سنايبر. هذا متفق يا صاحبي شفت ربيع انا هني. شوف تقول غير اصلا عادي. اركب تذبحهم بس ما تذبحني. يا تلعوست انا. لايستر هو 19 على 14 اغلب يفوز. تلعوست انا. لايستر هلا سنايبر. هوب انزين خلني اذبحك. كم انا الثاني زين. يعني طلعت الثاني ها شي وايد زين. وكوست فاعتقد انه شي وايد وايد زين. هذا بعد الثاني زين. ما اعرف والله اذا كان صوتي عالي بس اعتقد ان صوتي وايد عالي. اسمحوا لي لاني انا مش مضبط المايك عدل. يلا احنا طيب كذا دخلنا جيم. هذا الجيم الاول. هذا الجيم انا الاول خلاص يعني شيء معروف اني انا الاول. فاذا انت متأكد اني انا بكون الاول حط لايك. اذا عجبك لعبي حط لايك. اذا ما عجبك لا تسوي ديسلايك. اشترك في القناة. شفت كيف؟ الله سبعة في الجيم. ها حق الأخطاء. شوف من أول شيء أنا الأول. من أول شيء الأول أنا. Time to work soldiers. يلا من بداية هذا فيت الجيم كله ما شفت حد. بدايتها مش حلوة. عشان واحد نفسه لو رفع ضغطي يعرف يتعامل معاه عدل. كيف 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 عنده شوت جن؟ لا عندك شوت. اكيد واحد بي من وراي اليوم يذبحني. ما تعرف نزل من السماء يمكن.
انا دخلت في البيت هو ذبحني، حد يفسر. اوه هذا نايم تحت ما شفته. صدق قايس. ايوه يلا ودينا. كيف ضربتين شوت جن وما مات؟ هو من خمسة متر يذبحني اموت، يذبحني اموت. سبحان الله يطلق علي واموت. اصلا وايد عادي جيم الاول دفاع ثاني. كيف انا طلقتي وين تروح لما هم يذبحون؟ لازم طلقتهم خلاص طلعت هو مات ونصلي عليه الحين. يعني شيء كيف 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 لا يا اخي والله ما يستوي، ما يستوي. غش غش جوست لا شوف انا وراك شفتوه. خليك مؤدب لو تبي تذبح، مؤدب لو تبي تذبح. يعني اختصارا كمل. كمبر يذبحونك كل كام. اصلا عادي جيم الاول كنت طالع الثاني. انا اعرف لما اسكر تصوير مقطع ما اكون اصور بطلع الاول، فانا اصور ما راح اطلع الاول. ها شيء يعني خلاص معروف. هذا كان كل الجيم. اتمنى انه اعجبكم، اتمنى انه اعجبكم. اعرف ان الجيم مش حلو وايد بس اتمنى انه اعجبكم، فقلت اني اغير جو وانزل كوست. فشكرا للمتابعة، لايك، اشترك في القناة، ادعمني اكثر عشان ادعمك بالفيديوهات. شكرا.